مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم معلومات صحيه وتمارين اللياقه البدنيه. موضوعنا اليوم موضوع مهم، نتكلم عن المراه والرجل. ليش الرجل يحرق دهون اكثر من المراه؟ تعرفون ليش؟ هناك في اسباب. قدره الله طبعا مثل ما نعرف. خلينا نقول عن المراه عندها هرمون اسمه هرمون الاستروجين، هرمون البروجسترون، هرمون الانثوي. هذا الهرمون اللي عندها يميل الى تخزين الدهون وزياده الوزن. سبحان الله، قدره الهيه كذا، هرموناتها كذا، تكوينه جسمها كذا. الرجل عنده هرمون اسمه هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكري، هذا يميل الى بناء العضلات وحرق الدهون. شيء غريب، ها تستغربون، يعني فعلا شيء عجيب. ننتقل للمرأة. المرأة لما تمشي مدة ساعة تحرق تقريبا مال 200 سعرة حرارية. الرجل إذا يمشي مدة ساعة يحرق 400 سعرة حرارية. بنقول لكم الأسباب. طبعا مثل ما قلت لكم، المرأة سبب الهرمونات، جينات الهرمونات اللي عندها. الهرمون الاستروجين اذا صار فيه لخبطه فيه راح يخربط الهرمونات الباقيه كلها بالجسم، بالتالي صعب يكون نزول الوزن لدى المراه. اما الرجل عند الهرمون الذكري هذا يميل الى بناء العضله والى حرق الدهون. ليش المراه عمليه الحرق يكون عندها صعب؟ سواء حتى اذا مثلا مرأة وريال مشوا على برنامج غذائي معين، نفس الوزن، هم نفس الرياضة اللي يسوون، بس الريال يحرق أكثر وينزل وزنه بسرعة أكثر. المرأة معقدة، جسمها تكوين جسمها معقدة. أول شيء مثل ما قلت لكم في الهرمون السيروتونين، الهرمون هذا إذا المرأة صار عندها توترات أو صار عندها ضغوطات نفسية، جسمها بروحة يخربط الهرمون الاستروجين، هرمون الانثوي، يلخبط باقي الهرمونات. اي شيء تاكل يتحول الى دهون على طول، اي شيء تاكل تتحول الى دهون. المراه تتكون عندها ثلاث انواع الدهون، دهون خفيفه، وسط، غليظ. فيعني عمليه الحرق عندها وايد بطيئه. كيف تسوي المراه لما تنزل وزنها؟ اول شيء النقطه الرئيسيه تبتعد كل البعد من الضغوطات النفسيه، لأن في وايد حريم لما يسوون رياضة كل يوم يصعدون على الميزان. لما تصعد على الميزان تقول لي أوه وزني نزل، أول شيء راح بينزل بسرعة، بعدين بيكون النزول يكون بطيء. ليش؟ لأن في توتر، صار عندك نوع من التوتر. فلما يكون عندك توتر فالهرمون هذا يبدأ يرتفع يلخبط الهرمونات باقية، بالتالي يكون النزول وايد بطيء. أهم نقطة نبتعد كل البعد من الضغوطات النفسية. ثاني شيء المرأة تقول والله أنا ما أحب أمارس رياضة الأوزان. تعرفون الرجل طبعا عنده نسبة الألياف العضلية أكثر من المرأة، المرأة عندها نسبة الألياف العضلية أقل. هذا السبب أن الرجل يحرق أكثر. فهل يكون لدى المرأة نسبة ألياف زيادة؟ طبعا ممكن يكون عندها نسبة الألياف العضلية زيادة، ولكن بممارسة التمارين اللياقة البدنية، التمارين السويدية، تمارين الأوزان. فأنا نصيحتي، نحن مثل ما نعرف أن العضلات ويا الدهون ما يسوون بعضهم بعض، ما يستوون. يعني إذا كلما زاد نسبة العضل عندنا الدهون راح تنحرق، لأن العضلات تحرق الدهون بشكل غير طبيعي. فأنا نصيحتي للمرأة، أهم شيء أول شيء يعني تبتعد كل البعد من الضغوطات النفسية، وثاني شيء ما يعني تمشي على ما تستعجل في نزول الوزن، نزل وزنها على راحته، وثالث شيء مو كل يوم تصعد على الميزان، هذه المشكلة. فأنا نصيحتي أن تمارس رياضة المشي، تمارس تمارين رياضية مثلا مع الأجهزة، تريدميل، جهاز البايك، جهاز الروينج، زائد رياضة المشي والاعتدال بالأكل، تحافظ على أكلها، وتمارس رياضة الأوزان، لأن رياضة الأوزان إذا تمارسين رياضة الأوزان الخفيفة هذه حتى لما تخلصين الرياضة الجسم يبدأ يكون في هيئة عملية الحرق. فنصيحتي انك تمارسين تمارين الاوزان زائد التمارين اللياقه، راح بيساعدك تتكون عندك الالياف العضليه، بالتالي عمليه الحرق يكون سريع. اما بالنسبه للرجل اموره طيبه مثل ما يقولون، وراح عادي النزول يكون عنده طبيعي. اتمنى المعلومه عجبتكم. راح بننتقل الى تمارين اللياقه البدنيه. نزل تحت، راسك فوق، اربع حاول عيد، كثر ما نعيد كثر ما العضلة تشتغل. يلا مع بعض، واحد فوق،
ثمان تسع بالتناوب يلا واحد تمرين التبادل مع بعض صعد فوق نزل 1 2 حلو مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في تمارين حرق الدهون وتنزيل وزن وشد الجسم اليوم عندنا تمارين الأرجل تمارين شد الأرجل مع الأوزان يلا نمسك الدمبلز كذي ننزل 45 إلى 90 درجة على حسب الشخص وما قدرته راح نبدأ يلا واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو راح بننزل نرفع مع الكتف يلا نبدأ ننزل واحد فوق اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو نضم الرجل نبدأ واحد اثنين ثلاث أربع ما نستعجل خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو نحط الدمبل تحت أمامنا ونفس الشيء 35 درجة ننزل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو نفتح الرجل يلا ننزل واحد اثنين ثلاث حلو أربع افتح ريلك محمد خمس ست واحد اثنين ثلاث أربع حلو كملوا حلو حلو خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو حركة اللي عقبها نلمس للأرض وننزل ونصعد فوق واحد نبدأ يلا اثنين ثلاث أربع واحدة خمس حلو ممتاز نبدأ الخطوة هذه ونرجع مرة ثانية يلا نبدأ من الرجل اليمين نبدأ يلا واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو يلا مع بعض الحين رجل يمين نبدأ رجل ونعمل فاتح كذا يلا نبدأ واحد اثنين التناوب ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو الحين بنعمل نفس الحركة بس هي أمام ها أمام أوكي يلا نبدأ واحد تناوب اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر حلو نحط الدمبلز نفتح الرجل نعمل استرتش شوي الظهر نوصل للأرض نسوي 10 ثواني نلمس الريل
ثاني. نرجع في الوسط. فوق. نعمل دائرية. حلوين شباب. أتمنى الفقرة عجبتكم، نلقاكم في حلقات أخرى. سلام.